والهدف الثاني ويتزامن وما تعرفه الجزائر من حراك اجتماعي، والمجتمع المدني هو جزء من هذا الحراك بمختلف مكوناته. فإذا لم يدرس مثل هكذا موضوعات أساتذة وطلبة العلوم السياسية، فمن يدرسها؟ موضوع الملتقى هو في صميم التخصص. الذي زاد في أهمية هذا الملتقى وهذه الجلسة الأولى، الجلسة العامة الأولى التي ترأستها، التي شرفوني الزملاء برئاستها، هي هذه المعالجات والمقتربات المتنوعة في طرح الموضوع، إشكالية الموضوع، ومحاولة إيجاد الحلول ورفع بعض التوصيات في هذا الشأن. احتضننا اليوم هذه الفعالية والموسومة بالمجتمع المدني والدولة حدود التأثير والتأثر، وهذا تنظيما من طرف فرقة بحث في إطار مخبر الدراسات وتحليل السياسات العامة، وهذا بغية تدارس حدود الموجودة أو حدود التأثر والتأثير بين السلطة والمجتمع المدني، وكذا البحث عن ميكانيزمات وآليات لبناء مجتمع مدني قوي.